السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إخواني أخواتي أينما كنتم. طبيعة الحال تشوفوني كابتسم وتقول علاش كيضحك؟ أنا كنضحك على مشيئة الأقدار. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي نديروه كيتعلق بالواقعة اللي وقعت ما بين حسين شحات ومحمد الشيبي، تلك الواقعة اللي مشهورة ديال الصفعة ديال حسين شحات اللي صفع محمد شيبي. حين ذاك في ديك الوقت انا كدرت واحد الفيديو وحييت فيه محمد شيبي، وراه ممكن لكم ترجعوا للفيديو وغتلقاو بانني وجدت فيه التحية لمحمد شيبي، لانه ما كانش رد الفعل ديالو ديك الساعة سور لو شون، بالعكس تصرف تصرف ديال الملوك بكل هدوء، خلاه داس صفعو، ومن بعد مشى قام بالاجراءات اللي خصها دار، لانه ديك الصفعه اللي صفعوا خارج المباراه، يعني تسلسلت المباراه وحسين شحات كان خارج وجا دخل وضربوا، يعني ما بقاش مساله عندها علاقه بكره القدم، بل تحولت للاعتداء بالضرب امام الجماهير وامام العالم. فبالتالي اليوم عندنا جديد، هو في الحقيقه كاين اللي يقول لك لا للشماته، والله سيدي انا مزال صراحه على قول هذاك الاعلامي اللي خرج قال لك انا كيفتني الصفحه، انا غنقول لكم والله تكيفتني وكيفني بزاف هادشي اللي وقع لحسين شحات. اول حاجه راه بعدا جاء الرد، خد واحد الدقه على مستوى الوجه ديالو، خد واحد الدقه في البلاصه اللي صرفق فيها سي شحات، جاء الرد لان تصاب واحد الكسر غائر على مستوى الوجه. وثاني حاجة أنا فرحان وسعيد جدا لأن الملف ديالو وصل للمحكمة وغادي يمشي في إطار ما هو جرحي. كاين فيكم اللي غيقول لك لا رمضان وغفور الله غفور رحيم والإنسان كيخطأ وهادي وديك، ولكن أنا في رأيي ما ضرنيش أنه صرفقوا أنه صفعوا، اللي ضرني هو الطريقة باش صرفقوا، فيها شويه ديال التكبر وفيها شويه، وغادي هو تصفعوا الصفعه كاينه وتم غادي كيتمخطر. وبالتالي اللي ضرني بزاف هو ان الاعلام المصري خرج شي فرحان شي معجبه الطريقه باش صرفوا كيف باش صرفقوا، كيعتبروا بان ديك راه رجوله وهادي وديك مهنه، وخرجوا كيهلوا وكلشي الاهلاويين بصفه عامه خرجوا كيدافعوا على حسين شحات، لا هو انسان مؤدب وراه عاير ليهموش تم ليهمو وهادي وديك مهنه وديك الهيلاله اللي كانت ناقص كامله كل سمعناها. وانا كنت من المدافعين على حسين على محمد الشيبي. اليوم اخواني نايضه قرباله ديال بصح في الاعلام المصري، لان حسين شحات جا استدعاء للمثول امام المحكمه الجنائيه يوم 18/4/2024، والاعلام المصري بجميع اطيافه منوضين قرباله. علاش منوضين قرباله؟ لانه عرفوا غادي يتحكم بالحبس، يعني عنده حكم ديال السجن. والاعلام المصري كامل منوض قرباله، والاعلام المصري كله يتحسر. على مدى يتحسر؟ ندموا علاش ما لجنه الانضباط خدات في حق حسين شحات شي عقوبه قاسيه باش ان الامور ما تطورش الى هذا المستوى. فهني ان الشيبي لانه غادي يرجع الاعتبار ديالو، وهني ان حسين شحات لانه غادي يلقى العقاب ديالو. لقاء ما قام به، لقاء العجرفه، لقاء التسلط، لقاء البلطجة اللي قام بها ضد محمد الشيبي. اخوان بلا ما نطوع عليكم غنخليكم غادي تشوفوا واحد مقتطفات من واحد بعض الفيديوهات اللي لقيتهم لكم، وغادي تشوفوا واحد الفيديوهات وغتشوفوا الحسره والقربله اللي نايضه على هذا المشكل اللي وقع لحسين شحات، لانه سيمتثل امام القضاء يوم 18/4 هي موعد المحاكمه ديالو، وراه معدوم باش يقول. بعض الاضافات اللي كاينه هو ان في هذه الخرجات الاعلاميه كاين بعض الناس اللي خرجوا كيتحسروا، قالك علاش ما اتخذتش اجراءات بحق حسين شحات، وكاين واحد الصحفي اللي ذكر بالضبط الاسباب اللي خلات محمد الشيبي ما يتنازلش، لان محمد الشيبي كانوا كيتصلوا به
باش يديروا الصلح بينه وبين حسين شحات. وغنعرف نوريكم بعد قبل باش تعرفوا بان محمد الشيبي ماشي داك الرجل اللي كنتو كتقولوا بانه طيح بالكرامه وانه داك الرجل اللي هو خواف ولانه هو، لا بالعكس، محمد الشيبي بالعكس، محمد الشيبي ما رضاش تلك الضغوطات، ضغطوا عليه حاولوا معاه بزاف باش انه يتصالح مع حسين شحات. لكن هما كانت ثلاثه النقط اللي خلاو الشيبي ما يتنازلش. النقطه الاولى هو انه كيقول لك بان حسين شحات بعد كيخرج يبغي يعطيه اعتذار، ما كيعتذرش لمحمد الشيبي، كيعتذرش باسم محمد الشيبي، كيعتذر الفريق ديال بيراميدز، باش تعرفوا الانسان متعجرف ومتكبر. في الاخير اخواني اخواتي، ما تنساوش ديروا لنا لايك بارطاج وخليونا التعاليق ديالكم وباش يوصل هذا الفيديو هذا، بغيت يوصل لك المصريين ودوك الاهلاويين، ويوصل لك اللي قال لي هنا كيفتني الصفعه، باش يشوف ديك التكييفه ديال الصفعه بشحال طلعت ليه، هيشوف ديك الصفعه الثمن ديالها شحال، راه مغربي هذاك اللي صفعتي واجرك على الله. وتحيه لمحمد الشيبي اللي زمط ليا المصريين. كيف ما سمعتوا اخواني اخواتي، دابا ما بقى لي الا نودعكم، غنخليكم تشوفوا هاد الفيديوهات وغتشوفوا هاد التصريحات ديال الصحفيين وهاد الضجه اللي واقع على هاد الواقعه اللي وقعت لمحمد الشيبي من طرف حسين شحات، وغادي ننتظر التعاليق ديالكم والراي ديالكم في التعاليق. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مفاجاه هولا لحضراتكم، موضوع الشيبي اللي من شهر 7 اللي فات، اللي احنا بقالنا فيها بمسلسل ابو زيد الهلالي بقالنا قد ايه دلوقتي؟ 6 7 شهور. افاجئ حضراتكم وافاجئ نفسي ان الموضوع لم يتم تحريكه غير يوم الاحد الماضي، لما عرف انه حسين ان محمد الشيبي تقدم للمحاكم ولجأ للمحاكم المدنيه، رجع لاتحاد الكوره، لان دي الضوابط والاجراءات اللي المفروض الاهلي بيعملها، يستنى يشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه وبعد كده يبتدي هو يتحرك قانونا. فقال لاتحاد الكوره يا جماعه انتوا عملتوا ايه، المفروض هو يمشي في كل الاجراءات القانونيه معاكم بعد كده نشوف القصه. فلجنه الانضباط عملت ايه عندكم؟ اتاري بقى اتحاد الكوره كان قال للناس كلها، قال لنا وقال للاهلي وقال للدنيا كلها ان احنا حاولنا الموضوع لجنه الانضباط. هو قال كده فعلا، ودي كانت النيه، بس كانت النيه دي ليه؟ ليه؟ عشان احنا عايشين في ميه الليفت. ليه بقى؟ عشان يهدي الدنيا لغايه لما هيتصالحوا يا عم، وهيبقى في قعده عرب والشيبه يقعد والشحات، واحنا جايين على رمضان وفي سهرات رمضانيه وبالليل وهنقعد وخيمه وعناب وشويه قمر الدين وبتاع والدنيا هتخلص. الموضوع راح للمستشار محمد شيرين يوم الاحد اللي فات، اللي هو نفس اليوم اللي هو بعت بيه طلب لنادي بيراميدز لمحمد الشيبي عشان يحضر لجلسه الاستماع اللي هتكون بكره بمشيئه الله، اذا كان لنا عمر، اللي هي بعد 3 ايام، يعني جالهم الحد طلبوا من الشيبي يحضر يوم الاربعاء. 2 3 4، هو في كده في الدنيا؟ في ان حاجه المفروض يعملها اتحاد الكوره من 6 شهور فاتوا ولا 7 شهور يعملها، بس لما الدنيا اتدربكت والدنيا باظت ويلا والاهلي وبقى في محكمه و18 ابريل جلسه والحق وداخلين نيابه وقضيه فنلحق بقى نتحرك بعد ما كنا راكنين الموضوع على امل انه يتحل بالبلدي. بقول سريع لا ده عندي، لو لا يبقى موضوع كبير شويه. موضوع الشيبي، بص يا كابتن، موضوع الشيبي تواصلت مع مصدر مقرب من محمد الشيبي. هو محمد الشيبي عنده كذا نقطه هي السبب اللي خلاه مش عايز يتنازل عن القضيه. اول سبب ان محمد الشيبي شايف ان حسين الشحات ما بيطلع يعتذر ما بيعتذرلوش هو شخصيا، وبيتكلم ان هو ان الشيبي نفسه كان بيسبه وكان بيتكلم عن اللعيبه اللي في الملعب، هو شايف ان الكلام ده ما حصلش. طيب تاني حاجه، السبب الاكبر يعني، وهو محامي حسين الشحات والاستاذ اشرف عبد العزيز، هم بعد اقصاء المغرب من جنوب افريقيا في امم افريقيا، الاستاذ اشرف عبد العزيز طلع على الصفحه الشخصيه، ممكن الصوره تظهر دلوقتي على الشاشه، وقال لجنه الانضباط في انتظارك. فده اغضب الشيبي، وشايف ان المحامي المفروض انت بتحل الامور تبقى سهله. طيب مش تعقد، ما في لعيبه كتير اتدخلوا للصلح في الموضوع، ما انا هقول لك الموضوع والتهدئه يعني اللي حصل، ان كهربا، انا بقول لك بالاسماء، كهربا ورضا سليم تواصلوا مع محمد الشيبي، تمام، محمد الشيبي رفض،
تمام. طب انت من وجهه نظرك الموضوع هيعدي ولا هنروح على اللي بعده سريعا؟ انا هكمل لك بس عشان يبقى كل حاجه واضحه. انا بقى دلوقتي معايا مستند اللي هو ده الصوره اللي قدامنا دي للاستاذ اشرف عبد العزيز لجنه الانضباط لانتظارك ده اغضب بالشيبي. طيب انا دلوقتي بقى معانا محامي الشيبي طلع وقال ان يوم 18 في محاكمه لحسين الشحات. طيب حسين الشحات قدم ايه؟ هيطلع دلوقتي قدامنا الورق على الشاشه لحظه. قال نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا التظلم لمحضر رقم 2744 لسنه 2023 اداري مدينه نصر قرار سيادتكم الكريم واسم اللاعب وكده في الشق المقدمه ضد بتحديد جلسه 18/4. سيبك من القرايه. لا ما انا هقول لك عشان الموضوع ده مهم جدا عشان ده مستند وانفراد لنا في الفقر. محاكمه المتظلم اللي هو حسين الشحات والتقرم بسماع اقوال شهود الواقعه 14 شاهد. شايف بصراحه برضو ان ما ينفعش واقعه زي كده تروح لمحكمه عاديه، يعني في اتحاد كوره، في لجنه بوابات، في لجنه ضباط. طيب. في قاف، في عقوبات. وانت لو عندك توصلت. لو عندك محكمه رياضيه يا كابتن كان الموضوع ده خلص من بدري. لو انت عندك محكمه رياضيه توصلت برضو مع نفس المصدر المقرب من محمد الشيبي. طب ايه طلباتك اصلا عشان تتنازل عن القضيه؟ هو طالب ان حسين الشحات يعمل مؤتمر صحفي ويطلع يعتذر فعلا لمحمد الشيبي ولاسرته ويتكلم ان هو اصلا محمد الشيبي ما سبش حسين الشحات او لعيبه الاهلي. طيب هو بص في الاخر حاجه ثانيه برضو اضيفها برضو ان انا عندي نقطه مهمه عايز اروحها قبل الفاصل. معلش سريعا. حسين الشحات في احد البرامج الرياضيه البرامج في رمضان كان المفروض محمد الشيبي رايح نفس البرنامج. محمد الشيبي اتفق اول ما عرف ان حسين الشحات رايح ما رضاش يروح. عشان كنا كسبانين ومبسوطين وكلنا بنبارك لبعض، ففجاه انا لقيت ان في مجموعه ماسكه في بعض بيتخانقوا صوت عالي وزعيق، فانا ما اعرفش اللي حصل ايه. فروحت لقيت حسين والشيبي كانوا بيتخانقوا مع بعض والناس فكت وبتاع، ولقيت بقى لعيبه جت ومش عارف ايه، فيعني بعدناهم عن بعض وخلصنا الموضوع. انا اتفاجئت بقى لما روحت البيت وشفت الفيديو. انا ما كنتش عارف اللي حصل خالص. يعني في الملعب نفسه ما شفتش الواقع، ناس كتير ما شافتش اللي حصل. اما روحت البيت شفت الفيديو، لا انا زعلت جدا من حسين جدا، لان حسين صاحبي. بجد والله انتوا حسين قريبين. حسين كان معايا في المقصه. قعدنا مع بعض فتره طويله. فزعلت منه جدا، لان هو حسين شخصيته لا مش كده خالص. حسين من الناس المحترمه. فانا اتفاجئت من رد فعله ده، خصوصا ان الشيبي نفسه ما يعني ما عملش اي فعل يخليه يعمل كده. اصل اللي اتقال ساعتها انه طبعا ده مش مبرر للفعل للرد الفعل طبعا يعني، بس اللي اتقال ساعتها انه الشيبي من اللعيبه اللي بتقعد تشتم كتير وشتم حسين في ارض الملعب وبتنرفز اللعيبه وكده. لا خالص والله، يعني ده مش مبرر برضه. لا هي مش مبرر، بس دي شهاده طبعا. دي شهاده اتحسب عليها قدام ربنا. الشيبي يعني ما حصلش منه اي حاجه من الحاجات دي خالص. خالص. ايوه. انا ما اعرفش يعني اللي حصل ده حصل ليه، ايه سببه. حسين اصلا ما كانش موجود في الملعب، حسين كان بره كان على الدكه. وحتى لما نزل حسين كان بيلعب الناحيه الثانيه، يعني مش ناحيه الشيبي. فانت هتتقابله ازاي مع بعض وهيشتمك امتى؟ والماتش خلص وخلاص وفجاه انت اللي رحت له، يعني حسين اللي راح له. يعني ما فيش اي حصل. عاتبت حسين او كلمت معاه بما ان انتوا صحاب؟ عاتبته بعدها. قال لك ايه بعدها؟ هو طلع حتى اعتذر بعدها. في يعني طلع في كذا برنامج واعتذر، لان هو عارف ان اللي هو عمله ده مش حسين اللي يعمل كده. ايوه ايوه.